السلام عليكم. أطلقت علامة كيا صور لإصدار جديد من سيارة الكروس أوفر المشهورة سبورتاج بتصميم جديد وعصري يوحي بتصميم السيارة الكهربائية بالكامل EV6 التي أطلقتها كيا سابقا والذي يدل على السلالة الجديدة من العلامة الرائدة. تتميز النسخة العالمية من سبورتاج بإضاءة أمامية LED غير تقليدية مع مصابيح أمامية منخفضة. في الخلف تبدو المصابيح الخلفية مشابهة للسيارة الكهربائية الجديدة EV6، ويحصل الجزء الخلفي من الأسفل على تفاصيل مميزة ومصابيح خلفية موصولة بشريط أسود. في الداخل تبدو سبورتاج أكثر فخامة من سابقتها، ويبدو أن مجموعة العدادات الرقمية ونظام المعلومات والترفيه الكبير ذي الشاشة العريضة مثبتان أسفل قطعة زجاج واحدة، ويوجد في الكونسول المركزي لوحة لامعة تحتوي على ناقل حركة دوار ومقبض صغير لاختيار وضع القيادة وعدد من الأزرار الأخرى. وركزت كيا على كيفية استخدام سبورتاج لمواد عالية الجودة لطيفة الملمس، والتصميم الداخلي مميز باللون الأبيض والأزرق الذي يتميز بزخارف معدنية داكنة. لم تصدر كيا حتى الآن تفاصيل ميكانيكية حول سبورتاج الجديدة، لكن لدينا فكرة عما يمكن توقعه في الإصدار الأمريكي. من المحتمل أن تعكس مجموعة قوى المحركة لطراز هيونداي توسان، مما يعني أن محرك 2.5 لتر سيكون بمثابة المحرك الأساسي مع نظام دفع أمامي قياسي ونظام دفع رباعي اختياري وإمكانية وجود إصدارات هجينة. ومن المحتمل أن يتم تقديم سبورتاج بمحرك شحن تيربو لطراز جي تي الرياضية. تقول كيا أن سبورتاج الجديدة ستطرح للبيع في وقت لاحق في هذا العام إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ما رأيك في شكل السيارة؟ هل هو جميل أو مبالغ فيه؟ دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.